يا شهزة، دي كانت أسوأ أيام حياتي. البودي جارد، البودي جارد أخباره إيه؟ يا حبيبي عملت فيلم عربي وإديت له السكة. خلاص أنت يا أستاذ في التمثيل، قولوا لي بقى أخبار الجامعة إيه، وحشتني قوي. ما وحشكيش العطل. اسكت يا لؤي، أنا دماغي بايظة قوي اليومين دول وعلى طول عندي صداع. لا يا شيخة، ما دام صداع يبقى أنت محتاجة سهرة جامدة تظبط الدماغ. لا يا لؤي، حبة حبة مش كده، أنا ما صدقت إن الحظر اتفك. سهرة تانية ماما تقفشني فيها حبس انفرادي. يا بنتي انتي قاعدة في بيت ولا في ابو زعبل؟ وحياتك يا شذا، ابو زعبل ارحم. المهم هتحضري معانا الحفلة بتاعت بالليل. حفلة ايه دي؟ ده مطرب جديد انما مكسر الدنيا، اسمه احمد خالد، عامل حفلة عندنا النهاردة في الجامعة. مطرب كويس يعني ولا نص لبة؟ كويس ايه؟ خديها مني انا لؤي شخصيا، الولد ده هايل وهيكسر الدنيا وليه مستقبل هايل. طالما انت لؤي شخصيا يبقى هيروح في داهية. يلا يا شباب يلا بينا. اسمع فين السقف على الطبلة قوي. المرة اللي فاتت بعدت وما كانش فيها دموع، ودي بتيجي شهرين تلاتة وكان سهل الموضوع. المرة اللي فاتت بعدت وما كانش فيها يا شباب اللي ورا هناك فين؟ رجعتي وكنت حاسس هتعملي شكراً شكراً شكراً. يا نجم يا جامد، هتبقى جامد قوي وهتقول له اي قال لي انا له اي. يا نجم جامد قوي، يا نجم جامد فظيع. مساء الخير. ازيك يا استاذ احمد؟ على فكره صوتك حلو قوي. ياه، ده انا قلت ان صوتي ما عجبكيش. ليه كده بس؟ يعني اصلك واقفه بعيد، ده انت حتى ما جيتيش تسلمي عليا زي اصحابك. ابدا، انا بس اتكسفت شويه. لعلمك بقى، انا اكتر حاجه عجبتني في الحفله دي ان صوتي عجبك. متشكره قوي يا استاذ احمد. ما بلاش بقى حكايه استاذ دي وخليها احمد على طول. متشكره يا احمد بجد والله حقيقي، ويا ريت اشوفك مره ثانيه. بقول لك ايه، انا عندي حفله في نادي الشمس الخميس الجاي، يا ريت اشوفك هناك. بجد كان نفسي ابقى موجوده قوي بس ظروفي مش هتسمح، انا اسفه. ايه ده، حيلك حيلك، انت عمرك ما قلت لي انك ليك اخت وكمان عايشه في دبي. لانها اختي مش ايدي، تسنيم اختي من ناحيه والدي بس. يعني والدك كان متجوز قبل ما يتجوز طنط سهام. بس ازاي ده يا هشام، ازاي اختك اصغر منك ولسه بتدرس في الجامعه؟ لا يا حنان، ما هو بابا اتجوز والدة تسنيم بعد ما اتجوز والدتي. ايه؟ معقول اللي انت بتقوله ده يا هشام؟ باستاذ رؤوف اللي انا بعتبره نموذج للمربي الفاضل صاحب القيم والمبادئ يعمل كده؟ يتجوز على والدتك؟ لا
لا يا هشام انت اكيد بتهزر. لا يا حنان هي دي الحقيقه، بس بابا اتجوز الست دي في ظروف معينه. ظروف معينه؟ وايه بقى الظروف المعينه اللي تخليه يعمل العمله دي؟ وبعدين طنط سام سامحته كده عادي؟ اكيد لا طبعا، ماما لما عرفت ان بابا اتجوز حصل ما بينهم مشاكل كبيره قوي لحد بقى ما بابا طلق والد التسنيم، وانت عارفه يعني الزمن بعد كده بيقدر ينسي. طيب وايه اللي خلى بقى اختك ترجع تاني؟ للاسف والدتها توفت. هشام هو انت ممكن تعمل كده زي والدك في يوم من الايام وتتجوز عليا؟ يا بنتي انت على طول كده شاكه فيا. بقول لك بابا اتجوز في ظروف معينه، ولولا الظروف دي عمره ما كان فكر في موضوع الجواز ده. طب انت بقى ايه علاقتك باختك؟ للاسف مفيش اي علاقه، انا حتى اخر مره شفت فيها تسنيم كانت وهي صغيره قوي. معقوله؟ معقوله يا هشام؟ والدك كمان ما كانش بيشوفها؟ بابا كان بيسافر الامارات مره في السنه يروح يشوف تسنيم ويرجع على طول. طبعا طنط سهام كانت هنا بتبقى قاعده على نار. ده في الاول بس، لحد ما والدة تسنيم اتجوزت وبكده طبعا الموضوع خلص. والله يا هشام بقى الموضوع ده كله ملخبط ومش قادره اصدقه بصراحه. انا مصدومه حنان. ساعات ظروف الانسان بتحطه في مواقف عمره ما كان يتخيل انه يتحط فيها، بس اهم حاجه بقى زي ما ابويا بيقول ان الانسان ما يغضبش ربنا. ودي مين دي بقى حضره الافوكاتو اللي خدت ورث عمنا؟ يا اخي فاضل، الست صافيه منصوره بسويله ما خدتش ورثكم ولا حاجه. انتوا ورثكم هو حساب الحاج عدوي في البنك والبيت اللي ورا الفرن. لا انا 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 او 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 هو بيقول ايه؟ يا حضره الافوكاتو بيقول لك ان المخزن كان بتاع عمنا والفرن بتاع عمنا، واكيد عمنا عنده حاجات كتيره قوي، ده كان غني قوي قوي. ايوه بس الفرن والمخزن الحاج عدوي الله يرحمه كتبهم بيع وشراء للست صافيه قبل ما يموت بفتره كده اهو، من غير جواز ولا حاجه كتب لها املاكه. ينفع الكلام ده يا همام؟ ابدا. استنى بس يا اخ همام، الحاج عدوي الله يرحمه كان خاطب الست صافيه ومات يوم الفرح، وانتوا عارفين كده. يا بنا كان عمال يقولوا هو بيقول ايه؟ بيقول لك يعني لو كان فيه مأذون كان زمانها مشاركنا في بقيه ورثنا. لا مشاركاكوا دعيدة كانت هتبقى ساعتها بقى ده حقها الشرع. في شرع مين يا حضره الافوكاتو؟ في شرع مين تيجي واحده غريبه وتلهف مراس عمنا؟ انا هطعن بالتزوير. راح اطعن زي ما انت عايز، بس اتفضل اهو. شوف يا اخي فاضل، من حقك تطعم بالتزوير، بس انا بقول لك بقى ان الورق اللي قدامنا ده كله ورق رسمي ومتسجل في الشهر العقاري، يعني لو طعمت مش هتوصل لاي حاجه. ويعني بيقول ايه؟ بيقول لك يعني ما تكسرش مقاديفنا يا حضره الافوكاتو، انت معاها ولا ايه؟ لا شوف يا استاذ فاضل، دي اهانه انا لا يمكن اقبلها ولا اسمح بيها. انا راجل محامي ليا سمعتي وتاريخي وطول عمري شريف ونضيف. ما تحاسب على كلامك شويه يا همام، عدم المؤاخذه يا حضره الافوكاتو، اصل اخويا همام ده مدب وزي ما بيقولوا كده اللي في قلبه على لسانه. ماشي حصل خير. دلوقتي احنا هنعمل اعلام وراثه وهنبتدي في اجراءات تسليمكم التركه، وعلى فكره انتوا من حقكم تجيبوا محامي تاني يعمل لكم الحاجات دي، والملف اسلمه لكم دلوقتي. ابدي بيه يعني. شش اسكت انت. لا 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 يا خليك معايا حضره الافوكاتو، الملف هيبقى مع حضرتك واحنا خدامينك في الاتعاب. اتعاب؟ لا يا اخ فاضل، انا باخد حقي وبس. صافية كده برضو يا فؤاد، اهون عليك اكلمك وما تردش عليا وانت عارف ان انا في الظروف دي؟ اهون عليك؟
حلوه قوي دي. وانا ايه؟ ما هنتش عليكي؟ طب انت مش هتقولي تفضلي؟ لا مؤاخذه انا قاعد لوحدي ما اقدرش اقول لك تفضلي. طب انا هستناك على اول الشارع، نروح نقعد في المكان بتاعنا، عايز اتكلم معاك. لا معلش، عشان خاطري يا فؤاد. نعم، عايزه مني ايه؟ لازم يا فؤاد تفهم ان انا ما بعتكش. امال عملت ايه بالظبط؟ تقدر تقول لي سبب واحد يخليك تخلي باتفاقنا؟ ده احنا ماشيين متكازن وده متفقين على كل كلمه هتقولها للمعلم عادة والله يرحمه. امال ايه دخل عليا يقول لي قول لي مبروك؟ والله العظيم كان غصب عني. غصب عنك يعني ايه؟ فهميني. طيب ما اقدرش اقول لك دلوقتي. بقول لك ايه، انت ما عندكيش حاجه تقوليها اصلا. انا بقى اقول لك، انت بعتيني انا واشتريت الفلوس. حرام عليك، ما تظلمنيش. لا ما خلاص، ما بقتش اكل من الدمعتين دول خلاص. ده بالنسبه لي بقى عاملين زي دموع التماثيل. حرام عليك، بلاش تقسى عليا اكتر من كده. انا اللي اقسى عليكي؟ صحيح يا اخي اللي اختشوا ماتوا، كتر خيرك. بس مصيرك تعرف في يوم اللي عملته ده كان غصب عني، وان ما كانش عندي حل تاني غير كده، وربنا عالم ان عمري ما حبيت ولا هحب حد غيرك. طب انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ عايزك تبقى معايا وما تسيبنيش، عايزك تقف جنبي زي زمان يا فؤاد. اقف جنبك ازاي؟ انا اصلا عايز اللي يقف جنبي. انت ناسي ان انا بقيت عاطل؟ لا يا فؤاد، انت هتمسك الشغل في فرن عدوي. واضح ان انت دماغك دي جرى لها حاجه. ايه الكلام العجيب ده؟ المحامي بتاع عدوي جالي وقال لي ان المعلم عدوي كتب الفرن والمخزن باسمي وكمان شقه المهندسين. بتقولي ايه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، وانا ما عنديش حد استأمنه على حاجتي غيرك. بس انا لو عملت كده مش هعمل كده عشان خاطرك انت، انا هعمل كده بس عشان خاطر المعلم عادة والله يرحمه. الراجل ده هو اللي رباني وافضله عليا من ساس الراسي. نفسي اعيش كده واشوف اسمه يفضل منور على الفرن بتاعه. ولا انت ناوي تشيلي اسمه؟ انت فاكرني قلت الاصل؟ ماشي يا صافي، وانا وافقت. طب نقرا الفتحة. نقرا الفتحة. اهي تسليم، اهي تسليم. بابا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتني قوي يا بابا. السلامة حبيبتي، عامل ايه في حياتك؟ بقاء لله. ربنا يخليك. هشام اخوك. اهلا يا هشام. الباقي في حياتك يا تسليم. حياتك الباقي. انا طمنيني عليك، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، نشكر ربنا على اي حاجه. يلا بينا بقى بعدين الكلام ده. بعد اذنك هات شنطتك. هجيب العربيه بقى. اتفضل. خليه خليه. ميرسي يا شيخ، وحشتني قوي يا بابا. ربنا يخليك. ياه، دي مصر اتغيرت قوي. طبعا يا حبيبتي عندك حق تقولي كده، ما انت اصلك ما جيتهاش من وانت في ابتدائي. اخبار طنط سهام ايه؟ الحمد لله كويسه قوي قوي قوي. كانت عايزه تيجي معايا بس للاسف عندها محاضره ما عرفتش تعتذر عنها. اه بمناسبه الجامعه صحيح والمحاضرات، انا عايزك ما تشيليش اي هم من تحويلك من جامعه العين لجامعه القاهره، لان انا ان شاء الله هخلص لك كل الاجراءات بتاعتك. بس احنا تسليم يعني كنا عايزين نشوف كده المواد اللي انت درستيها هناك عشان نعمل لك مقصه ونشيل لك المواد اللي انت نجحت فيها. ربنا يخليك ليا يا هشام، بجد انا متشكره قوي. عموما انا جبت معايا بيان حاله عن كل المواد اللي انا درستها هناك. ده كويس قوي، انا كنت لسه هسالك عليه. لا ما تقلقش. يا بابا هو انا يعني محتاجه عزومه؟ على فكره تسنيم، انا بصيت على الدرجات بتاعتك ومن الواضح كده انك طالبه شاطره قوي. بس بيتهيالي ان الجامعه هناك اسهل من هنا شويه. على فكره يا طنط دي اشاعات،
لعلمك بقى احنا هناك بناخد حاجات كتير قوي صعبه، ده غير الابحاث اللي طول الوقت بيطلبوها مننا. تعرفي يا تسنيم، طنط سهام جهزت لك احسن اوضه في البيت عشان تعيشي فيها. معلش يا بابا، انا مش عايزه اعمل لكم لخبطه في البيت، انا ممكن اروح المدينه الجامعيه مع زمايل. بتقولي ايه؟ مدينه جامعيه؟ ليه يا بنتي؟ انت مالكيش اب؟ يا تسنيم، المدينه الجامعيه دي يا حبيبتي عشان الطالبات المغتربات. انت ايه؟ مش كفايه حياتك اللي عشتيها بعيد عني كلها في دبي؟ حتى هنا كمان يا تسنيم عايزه تعيش بعيد عني؟ انا اسفه يا بابا، انا مش قصدي، لكن انا مش عايزه اجي اعمل لكم قلق. قلق في ايه بس يا حبيبتي؟ وبعدين انا خلاص خطبت وكلها شويه وهتجوز. والله الف الف مبروك يا هشام. انت مش متخيله مجيتك دي حلت لي مشكله كبيره قد ايه. اصل بصراحه كده انا كنت خايف اسيب بابا وماما لا يحسوا ان البيت فضى عليهم بعد ما اتجوز. ليه بقى يا هشام؟ هو انت ناوي تقاطعنا بعد ما تتجوز ولا ايه ان شاء الله؟ هو انا اقدر برضه يا ست الكل. طب ده انا مفيش يوم يعدي عليا كده غير لما لازم اشوفكم. بس انت عارفه يا ماما يعني ان البيت اللي انا واخده هيبقى بعيد عنكم شويه. ليه؟ ده الزمالك والمنيل بينهم 10 دقايق بعربيتك وتكون عندي هنا، ولا دي مقدمات واعذار بتقدمها من دلوقتي وتحضرها لي، ولا تكون خطيبتك منبهك عليك تقاطعنا؟ ايه ايه يا دكتوره ايه؟ مش وش شويه على الواد. هشام ده ولد متربي، ابني وانا اللي مربيه. معقوله؟ معقوله يستغنى عننا؟ هشام ده كل يوم الصبح هيجي يصطبح بالوش القمر ده. صح يا لا؟ طبعا صح، طبعا. كل 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 يا حبيبتي، كل كل. يلا عايزين نشتغل بقى وننظف الفرن ده تنظيفه محترمه. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ريس فؤاد، تليفونك امبارح جالي كانه نجده من السماء. احنا كنا قاعدين في البيت زي الولايه. طب يلا يا فالح وريني الهمه بقى، افتح بقيه الابواب. يلا يا ريس. ادعوا بقى للمعلم عدم بالرحمه. الله يرحمك. شفت يا فؤاد، ربنا جعل عدم يكتب لي الفرن ده عشان الناس اللي فاتحه البيت دي بتسترزق رزقهم ما يتقطعش. عندك حق، انت مش عارفه الناس دي فرحت قد ايه لما قلت لهم هتستلموا الشغل من بكره. الحمد لله يا فؤاد. لا ولسه لما الحاجه كيدهم تيجي بقى وتلاقينا فتحنا الفرن، شوف هتعمل ايه فينا. ولا هتقدر تعمل حاجه، احنا ورقنا كله في السليم الحمد لله، حتى حليم وشافني انا بستلم حصه الضيق بتاعتنا من التمويل. قال لك حاجه؟ ولا حاجه، لا يفتكرني اشتغلت فرن تاني. الله 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 الله، انت شايف اللي انا شايفاه ده معلم؟ ايه ده؟ ده فرن المعلم عدوي مفتوح. الله، وده مين اللي فاتح؟ ما يقولش يا اخويا الورثه بتوعه الف رحمه ونور عليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه، هم اللي فتحوه. وجايز الحكومه خدته هتبيعه بالمزاد. ايوه يا حنفي، بس لو الحكومه اللي خدته كنا شمينا خبر ولا عرفنا ايه الموضوع بالظبط. اقول لك قال لي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ولا دلوقتي ولا بكره، هنروح بعيد ليه؟ هذا حليم وهذا شحته. نعم يا معلم. هو مين اللي فتح الفرن بتاع المعلم عدوي؟ البيت صافي يا معلم. ايه؟ البيت صافي، جابت الواد فؤاد وفتح الفرن وشغلوا العيال. بتقول ايه يا مخفي الاسم والصوت والصوره انت؟ يبقى اخبار منيله دايما. انت قاعد بتخرف بتقول ايه؟ ابو زبي يقول لك كده يا معلم. الله، هي البنت دي ايه بالظبط؟ محدش مقلع عينها ولا حد عارف اكسرها؟ ايه مش عارفه ان في معلمين ومعلمات في الحته ولا ايه؟ انا رحالها. مع السلامه. اجي معاك يا معلمه. طبعا انت في داري وانت هتسيبني يا معلم يا ابو البنات. تعالى في داري. يا فؤاد، ده انا كنت في الرايحه وجايه ابص للفرن واتحسر، بقول معقوله فرن المعلم عدوي اللي كان بيشغي عالم يبقى مقفول ونهايته كده؟ انت اللي بتقولي كده، امال انا هعمل ايه بقى؟ ده انا قضيت عمري كله في الفرن ده. انا مش عارفه اقول لك ايه يا فؤاد على وقفتك جنبي، ومتشكره قوي انك وافقت ترجع تشتغل في الفرن تاني. انا عملت الموضوع ده بس عشان خاطر. ايوه عارفه عارفه، عشان خاطر المعلم عدوي الله يرحمه. عارفه كويس انك فاكره كل اللي كان بينا ده، تنسيه خالص. وهون عليك برضو. اوه لو ما قفلتيش على السيره دي انا هسيب لك الفرن وامشي، مش راجع هنا تاني. خلاص يا اخويا ما تتحمقش، اقعد. الله 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 يا اختي، اسم الله. وشوف ما شاء الله. الله 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 يا اختي، اسم الله. تقدروا تقولوا لي انتوا هنا بتعملوا ايه؟ طب
طب قولي احم ولا دستور ولا حتى السلام عليكم وانت داخله. يا اختي ده كسلم فوق قلبك. هقول لك سلام عليكم بمناسبه ايه؟ قاعدين هنا في فرن المعلم عادة وبتعملي ايه ولا ما يسمى اللي معاكي ده؟ ولا تحبوا بقى اطلب لكم البوليس وياخدكم وتلبسيه كده بربطه المعلم؟ اطلب البوليس يا حنفي. بوليس؟ بوليس ليه ان شاء الله؟ شايفاني سرقة سريقة ولا نهبة نهيبة؟ بالراحة يا معلمة كيداهم، الكلام يبقى بالراحة. ايه بس اللي حصل يا معلمة كيداهم؟ ايه مشكلتك بس؟ عايز تعرف مشكلتي؟ مشكلتي داخلية كنزة شوية. عايز اعرف ايه اللي خلاكوا تفتحوا فرن المعلم عدا وتقعدوا فيه من غير اي سبب ولا اي انذار؟ ايه السبب؟ تقدر تقولي الدلعة دي؟ ايوه عرفت بقى مشكلتنا الدلعة دي. ليه؟ كانت البلد سايبه ولا كانت البلد سايبه؟ امال يعني داخلين الفرن ده بصفاتكم ايه؟ الله، ما تخلص يا فؤاد وتقول لهم. هيقول لنا ايه يا اختي؟ ده قال لك الليل وبتاع بالسر انت وهو، ما تنطق وتتكلم هتقول ايه؟ المعلمه صافيه تبقى صاحبه الفرن، وانا لا مؤاخذه اللي بدير الفرن. المعلمه صافيه؟ قصدك المعلمه زي القميص اللي انت لابسه، ولا عايزه وشفنا وشفنا معلمين على اخر الزمن؟ اه طبعا معلمه ونص. ولا انت ايه رايك يا معلم حنف؟ لا يا حبيبتي، انت هتستهوك على المعلم حنف، كلامك معايا انا يا حبيبتي مش على راجل. استني بس يا معلمه كيداهم لما راجلك يتكلم. استنى ايه الوليله من غير راجل دي؟ استني خلاص، اتفضل يا معلم يا ابو بناتي، انا بحاسك وساينك، اتفضل يا حبيب. قولي لي يا معلمه صافيه. نعم، انت بتتنحنح يا راجل. معلمه ايه وزبت ايه؟ هو في معلمين غيري هنا؟ فيش معلمه في الحته كلها غير المعلمه كيداهم. بحسب. قولي لي يا صافيه، مين بقى اللي باع لكم الفرن ان شاء الله؟ المعلم عدوي الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه، قبل ما يتوفى كتب لي الفرن والمخزن وشقه المهندسين اللي كنا هنتجوز فيها. يروح قلبي يروح قلبي يروح قلبي، ما كتبلكيش المنطقه وكتبنا على حسابك احنا كمان انا والمعلم. هو ده اللي حصل يا معلم، لو مش مصدقين انا اوريكم العقود لحظه واحده. اتفضلي يا اختي زتونك. ادي العقود يا معلم، بيع وشراء، بتعرفوا تقروا ولا اجيب لكم حد يقرا لكم؟ فعلا المعلم عدوي كاتب لها المخزن والفرن. الله يرحمه مطرح ما مات. خدي يا اختي. يلا يا راجل اطلع قدامي. يلا يا اختي اسم الله. انا مش عارفه البت دي بسبع ارواح، كل ما نقول خلصنا منها تطلع لنا زي الفرع لوز، مش فاهمه، وتقوم اشد من المره اللي قبل منها. ايه الموضوع بالظبط؟ مش عارف. لا وايه، خلاص عملت فيها معلمه وصاحبه فرن، وجايبه الواد فؤاد واقف جنبها زي ما يكون الزناتي خليفه. صحيح يا معلمين اللي سمعناه ده، البت صافيه تبقى صاحبه الفرن بتاع المعلم عدوي دلوقتي؟ الله يرحمه، هو مات وساب لنا شوكه بزورنا، ما يجص عليه غير الراحة. كده برضه يا عدوي، ده مقلب تعمله فينا حتى وانت ميت، بتعمل فينا حركات، هي دي الاخوة والجدعنة؟ طب وبعدين هنعمل ايه مع البت دي؟ البت دي بتقول ان المعلم عدوي كتب لها المخزن، صح؟ ده حقيقة. ايوه بس البت تعرف المخزن ده فيه ايه؟ طبعا، زي الحرباية بتتقلب على كل لون، يعني بتفهم في الكفت. لا يا كيداهم، المعلم عدوي عمره ما يدي سره لحد مهما كان. قصدك ايه يعني؟ شوف يا معلمة، المخزن ده اكيد مترغم حشيش لتمة عينه. الله حس كده بقى، ننط بالليل على المخزن ونقشطه. جرايه يا واد حليم، انت اتهبلت في دماغك ولا ايه؟ على اخر الزمن هنشتغل حرامية ونسرق مين؟ بيت زي دي عشان تفضل مسكاننا زلة العمر كله؟ لا زلة ولا حاجة يا معلمة، ومين قال بس إن احنا هنسرق؟ شكلك عندك حل تاني يا معلم. أيوة أيوة حليمة، احنا هنشتري منها المخزن، وهي طبعاً هتبيعه على إنه فاضي، ما تعرفش إن في بضاعة، واللي ما يعرفش يقول عجز. ما تخلينا في البودرة أحسن، على الأقل سهل في توزيعها وسهل في تخزينها، لكن الحشيش تقيل في توزيعه وفي تخزينه. الله، هو احنا هنرجع للحشيش تاني يا معلمه؟ لا، هي عمليه واحده، بضاعه وجايه لنا ببلاش، وهنبيعها في السوق باضعاف ثمنها. بس البت دي يعني هترضى تبيع لنا اصلا؟ صح يا واد شحته، البت دي مش هتبيع لنا يا معلمين. العيال دي عندها حق، بعدين مش عايزين ندي للبت دي فرصه
تبيع وتشتري فين؟ لا 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 سيبولي أنا الموضوع ده، أنا ليا فيه تصريفة. ما بلاش أنت يا حنفي، لحسن تغرقنا زي المرة اللي فاتت. هو أنت إيه يا أخي؟ ما بتتوبش؟ أبوسيدك يا معلمة، ما بتحرجنيش قدام الصبيان. ليه يا حبيبي؟ ما كل صبيانك عارفين اللي حاصل، ما كان قدامه. اديني فرصة يا معلمة وهتشوف إن شاء الله. حنفي! نعم، اللي تشوفيه. فاهمين؟ معلمة بتقول لكم اللي المعلم حنفي يقوله يمشي. أنا مش عارفة الولية اللي اسمها كيدهم دي عايزة مني إيه؟ إزاي يعني مش عارفة؟ هو المحل ده مش اتقفل لما المعلم الله يرحمه مات؟ خلاص، هي بقى كانت فاكره انها تبقى لوحدها في الحته شويه وترفع الاسعار وتبدا تبرطع براحتها بقى. ولقيتنا فتحنا النهارده طبعا لخبطنا لها كل اللي كانت رسماه. لا ولسه ما خليت لها الفرن بتاعها ده يفلس، ما بقاش على صفر. بس استنى عليا، انا وراها وراها والزمن طويل، لازم اخليها تلف حوالين نفسها. هو انت كنت تعرفي الست دي قبل ما تيجي الحته هنا؟ بتقول كده ليه؟ مش عارف، بس العداء الرهيب اللي بينك وبينها ده اكبر بكتير من الحواديت اللي حصلت. اللي بيني وبينها ده كدنسة، وربنا يكفيك شر كدنسة. قال على رأي المثل، كدنسة من قده طلع الجبل وهده. الو، ايوه مين؟ اهلا يا استاذ سامح، انت عرفت نمرتي ازاي؟ انت ناسي يا انسه صافيه ان المعلم هدى والله يرحمه اداني كل بياناتك واحنا بنعمل نقل الملكيه ليكي. ربنا يخليك يا رب. من الحق بقولك يا انسه صافيه، الورثه بتوع المعلم عادة والله يرحمه، ايوه، ولاد اخوه غريب، همام الناشف وفاضل الناشف، كانوا جولي كده من قيمه يومين، ولما عرفوا موضوع الفرن والمخزن حسيت كده انهم مش ناويين على خير. لا 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 ما تقلقيش، احنا كل اجراءاتنا قانونيه وسليمه 100%. وانا بس في سؤال كنت عايز اساله لحضرتك، الشقه اللي انا جيت لك فيها دي انت معاكي عقد ايجار ليها؟ لا ما عنديش عقد ايجار. اه، ده على كده بقى ممكن يخرجوكي منها بسهوله جدا. بس ده مش مهم، انت ممكن تروحي تقعدي في شقه المهندسين عادي يعني. وبعدين يا صافي، ها هتعملي ايه؟ ولا حاجه، هروح اقعد في شقه المهندسين اللي كنت هتجوز فيها انا وعدوي، وانت بقى هعتمد على الله وعليكي. معلش الشغل كله هيبقى فوق دماغك، هتعملي كل يوم الشغل وهتنزلي الفرن الصبح، واجرتك يا ستي هتبقى طقطقين. اخسى عليك يا بنت، ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انا اخدمك بعناية، فلوس ايه دي اللي بتتكلمي عليها؟ لا بقول لك ايه، احنا اصحاب او اخوات، لكن الشغل شغل وكل واحد ياخد حقه. انت مين يا مالك؟ الصداع هيفرتك دماغي يا حليم ومش قادره. بقولك ايه، انا معايا جوينتين على قديم وبتاع زمالك انا عاجبك. جوينت ايه؟ ما بقاش بيعمل حاجه، انا عايزه بودره. سبحان ومغير الاحوال، اتفضلي. بس بقولك ايه يا ست امينه، حوار ان انا اجي استنى هنا ده بقى فيه عوا ايام. ها انا هحط لك الصف في جورنان وانت بنزلي لي السبت. احسن كده، عشان انا في ساعات كتير قوي ما باجيش الجامعه وببقى محتاجه الشمه قوي. صح كده. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت تضربيها هنا، خش الحمام واضربيها جوه. سيدي انا مش قادره استحمل بقى. لا معلش يا ابو امينه، دي فيها كلابوش ولا مؤاخذه. طيب يا حليمو امشي انت بقى. طيب سلام. خلاص يا ستي كده احنا خلصنا كل الاجراءات، وان شاء الله من بكره تقدري تنتظمي في محاضراتك. متشكره قوي يا هشام، بجد مش عارفه اقول لك ايه. اللي بتقوليه ده؟ انت ناسي يا بنتي انك اختي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ تعالي بقى عشان اعرفك على حنان خطيبتي، لانها نفسها تشوفك قوي. وانا هموت واشوفها. حنان، تسنيم اختي. اهلا اهلا، ازيك يا تسنيم؟ اهلا يا حنان. ايه ده يا هشام ده؟ انت خطيبتك زي القمر، لا بجد عرفت تختار. ربنا يخليك يا تسنيم، انت ما عندكيش فكره انا فرحانه بيكي قد ايه.
انت عارفه بقى ان انا ما عنديش اخوات، وان شاء الله بقى انت تبقي اختي. طبعا اكيد. طب اقعدي. انتوا عارفين بقى انا دلوقتي اخدت بالي من حاجه عمرها ما جت في دماغي، لولا تسنين دي بقى عيالنا اللي كان هيبقى عندهم لا عمام ولا خلان. عيالنا فين دول؟ عيالنا انا بتكلم يعني باعتبار ما سوف يكون. تصدق يا هشام انا كنتش واخده بالي خالص من الموضوع ده. موضوع يا حبيبتي؟ يعني موضوع الخالات والعمام. بالمناسبه صح يا تسنين، انا بنت خالي تبقى معاكي في الكليه. بجد والله؟ مين؟ امينه حنف البرنس. هو ده عيبه بقى. ليه بتقول كده يا هشام؟ لا ده موضوع كده هبقول لك عليه بعدين. خلاص بقى يا هشام، موضوع وانتهى وراح لحاله. يا ريت يا حنان، يا ريت يكون راح لحاله. ايه يا جماعه في ايه؟ ما تفهموني انتوا بتتكلموا على ايه بدل ما انا مش فاهمه حاجه كده. اللي نفسي اشوفه قبل ما اموت. الله يرحمك يا عدو. صباح الخير. يا صباح الفل، تعال عايزاك. طمني، عملت ايه في وزاره التموين؟ خلاص كله تمام، رخصت، بس طلعوا عيني على باب ما رخصوا. ليه؟ ما كانوش راضين يخلصوا، قالوا ان انت لازم تروحي بنفسك، البطاقه اللي معايا مش كفايه. طب وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجه، انت عارفه الدنيا ماشيه في البلد ازاي. طب يا اخويا كنت خلصت ولغيتهم باي حاجه عشان نخلص. ما انا في الاول ما كنتش لاقي حد اخلص معاه لحد ما جالي واحد وعرفني السكه. ده ايه يا اخويا وجع القلب ده؟ كل الدوخه دي عشان تطلع حته ترخيص؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي خدمه؟ انا فاضل الناشف، وده اخويا همام الناشف، ولا اخو المرحوم المعلم عدو الناشف. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. يزيد فضلك، احنا بس في الاول كده كنا عايزين نتكلم كلمتين بالذوق في الاول. بالذوق؟ بالذوق يعني ايه؟ هو لا مؤاخذه فيها ذوق وفيها قله ذوق بعد كده ولا ايه؟ ايه انت مين انت اصلا علشان تتكلم؟ انا فؤاد زعتر، انا اللي ماسك الفرن ده بقالي 15 سنه. بقى اسمعي يا ست انتي، اسمعي كلامي كويس قوي. احنا ناس بنؤمن بشرع الله، يعني لو كان عمي اتجوزك وخلفت منه وكمان كتب لك كل الميراث بتاعه، احنا ما كانش حد فينا اتكلم. لكن تقولي ايه بقى في واحده لا تقرب لعمي لا من بعيد ولا من قريب، وفجاه تيجي كده وتقوم شافطه الميراث بتاعه؟ لا تحاسب على كلامك يا جدع. انت استنى انت يا فؤاد، شوف يا راجل انت، انا ما شفطتش ميراث عمك زي ما انت بتقول. عمك لو كان ربنا مد في عمره ساعه واحده كان زماننا دلوقتي متجوزين. انا اتفاجئت انه كتب لي الفرن والمخزن بيع وشراء. هو بيقول ايه؟ انا اقول لك يا هانم هو بيقول ايه. بيقول لي سعادتك ان عمي كان كاتب لك الحاجات دي كلها على اساس انكم كنتوا هتتجوزوا، لكن ربنا اراد انكم ما تتجوزوش، يبقى خلاص بقى الحق يرجع لاصحابه اللي هم الورثه الشرعيين. بقول لك ايه يا اخ، هو المثل بيقول لك ايه؟ من حكم في ماله ما ظلم. والحاج عمل ايه بقى؟ كتب لها الفرن والمخزن بيع وشراء قبل ما يتجوزها. يعني لو كان عايز يكتبه لها عشان هي مراته كان استنى لما يتجوزها وبعد كده يكتب، ولا ايه؟ ايه هو بيقول ايه؟ انا اقول لك يا هانم بيقول ايه.
بقول لك انت جايبه الاخ عشان يبقى الافوكاتو بتاعك؟ ايوه الافوكاتو بتاعي، في حاجه؟ بقول لك ايه، كلم معايا عدل، ده انت هنا في منطقتي بين اهل حتتي تتقطع. ده تهديد ده ولا ايه؟ ايه الفضايح دي؟ مش كده يا فؤاد بالهداوه؟ استنى يا صافيا، يلا يا اخويا اعتبره زي ما تعتبره، بس اتكل على الله، هنا محل اكل عيش. يلا انا بجيلك. ايوه اكل عيش، احنا مش عيشكم انتم يا جدع؟ انت اتكل على الله. بقول لك يا اخي، ما انا متكل على الله. الحق يا معلمه الحق. ايه يا بخت الاسم والصوت والصوره، انت في ايه ملوف على ايه؟ الحق في خناقه جامده قوي في فرن المعلمه صافيه. ما تقولش معلمه يا مخفي، انت ما فيش معلمه غير المعلمه كايده ومعلمتك يا واد، ده قطع لسانك باللغلوغ. قول لي يا واد في ايه؟ ولا دخل معلم عدوي جم يتخانقوا معاها، والواد فؤاد زعتر شبك معاها. حلو 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 حلو. لا بقى، ده احنا لازم نعرف ايه الاخبار بالظبط. طيب احنا هنعرفك انا في حقنا ازاي يا حراميه. لا 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 انا بس لك الخبر يا هو. يلا فور من هنا، يلا يا رجاله، يلا خلصت، يلا كل واحد شبك العيش. يلا اتكل على الله يا حبيبي. ساتر ابدا اعتبر الارقام عندك على ما تجيش الا بالساك.